إذا حاولت استعادة الانطباع الذي تركه في نفسي العربي بن لمهيدي بعدما ألقيت القبض عليه، وإذا استذكرت الليالي التي قضيناها نتحادث، فإنني أتمنى لو أن لي رئيسا مثل ذلك الرجل. أتمنى لو كان لي الكثير من الرجال من طينة العربي بن لمهيدي. كان العربي بن لمهيدي بطلا خارقا، كان هدوءه وسكينته واقتناعه بما يفعل مثيرا للانبهار. وعندما كنت أتحادث معه كنت أقول له: أنت قائد التمرد، وها أنت قد وقعت بين أيدينا، وانتهت معركة مدينة الجزائر، بل خسرتم حرب الجزائر كلها. فكان العربي بن لمهيدي يرد: لا تصدق ذلك. كان يذكرني بأغاني المقاومة التي تقول إنه إذا مات رجل واحد فسيحل آخر مكانه. لقد آلمني فقد العربي بن لمهيدي، كنت أعرف أنني لن أراه أبدا. سلمته إلى قيادة الأركان، جاء فريق خاص لاستلامه ليلا، فقدمت للعربي بن لمهيدي التحية الشرفية بالرغم من أن القانون يمنع ذلك. لكن يجب عليك أن تعترف لخصمك بالشجاعة، فالعربي بن لمهيدي كان رجلا عظيما. أنا الذي قدمت له تحية السلاح مع مفرزة صغيرة من الجيش، وبجار أجاز ذلك. ثم اختفى العربي بن لمهيدي، سلم إلى العدالة أو إلى معسكر للاعتقال.